شو بك يا حبيبتي؟ بشو عم تفكري؟ صايرة عم بسمع صوت جراس. عن جد عم تحكي؟ إيه لا تخافي ما فيها شي، معناها أنت قرب نصيبك ومشان هيك صايرة عم تسمعي الأصوات. يلا تعي نشرب شاي. يلا يلا. مسكي ذوقيها، هي عملت لك ياها بإيدي، رح تحبيها. يسلموا إيديها. صحي، شو بدي أسألك، أنت من وين جبتي هداك الفستان؟ هذا الفستان تفصيل. مفصلتي بس قماشه تقيل، يعني أكيد مكلفك كتير. بالفعل كلف كتير، لأنه حق الجرس لحاله كان 20,000. الجرس لحاله ب20,000؟ لكان شو كلفتك لضيافة؟ معقول هيك أسعار الجراس كتير غالية لهالدرجة؟ اي عن جد. يعني قديش بتتوقع انها بتكلف الحفلة؟ يعني ما بتوقع أقل من شي 2,000,000. هاي شو صار لي؟ بس كنت عم فكر. ما في شي، كنت بدي أسألك من وين، قصدي مين اللي رح يجيب لكم الأكل كمان؟ يعني انتو من وين وصيتوا؟ في مطعم نعرفه بدلهي وهو رح يأمن كل شي. دلهي؟ هلا عن جد حبيبتي، شو هالحكي؟ هلا عن جد انتي بكرة رح يكون عرسك انتي وحبيبك، والأكل رح تجيبوه من دلهي؟ ما عجبتني هالفكرة. تعرفي شو الأحلى من هيك؟ الأحلى والألطف انه تضيفي بعرسك أكل شعبي، يعني مثل الفولكلور. شو رأيك بهالفكرة؟ ها؟ صح، عن جد ما خطر لي هيك شي. حلو، يعني عجبتك. لكن بتعرفي شو حأعمل؟ أنا من بكرة رح أحضر لك كذا أكلة من عنا من الضيعة، موافقة؟ وإذا عجبوكي وقتها منوقع العقد وبيمشي الحال. إيه ماشي. بدي اقول لك شغله، يعني عم اقول لك لازم احكي معك. اشيري ولا اقول لك؟ صوت الجرس؟ أنا بس بدي حدا يفهمني من وين عم يجي هالصوت. وأنت شو اللي عم تعمله؟ بس السماعات تبعاتك على قنين بشعرك. أو شبك أنت؟ معقول حتى مع سماعاتي عندك مشكلة؟ لا تحكي معي بهالطريقة. عن جد؟ شو رأيك تعلمني كيف أحكي كمان؟ هلأ اسمعي، أنا أجيت لحتى أعتذر، كل يلي صار ما كان ذنبي. وأخيراً أخيراً اكتشفت أني ما غلطت. يلا شو عم تستنى؟ يلا اعتذر. ليك عن جد خلصنا بقى، أنت عم تزعجيني، خلص ما عاد بدي أعتذر منك. شو؟ أنت اللي أجيت لعندي هلأ والغلط غلطك، ما بدك تعتذر؟ بس بدي أعرف شو مفكر حالك؟ رود ربرة تابرة نوات. تعرفي شو؟ اطلعي، يعني كأنه الجو صار بارد هلأ. يلا فوتي لجوا، أحسن ما تموتي من البرد هون. اعملي يلي بدك ياه، بس الأحسن تفوتي على البيت. ليك لقلك مين ما كنت تكون، أنا كمان بكون ميرا. مو طبيعي، لو كان اسمي أقوى من هيك بشوي. على كل، انت شو بهمك اذا ضليت عايشه او حتى متت؟ انا ما بهمني ابدا. برافو عليك، هذا الصح. شو لسه مقعدك هون؟ فوت لجوا. تعرف شغله، ابنك مبين عليه مبسوط كتير، شو رايك نروح لعنده وننزعها عليه؟ بهذا الوش مثلك لا راح ولا اجا،
بس كثير لابق لك الروزة، بتجنن. غبي وأجدب وما في منك فائدة. بابا بابا، شبك أنت معصب؟ زعلان مني لأنك شفتني عم أرقص؟ لا بابا، أنا مو زعلان بنوم. أنا ما بزعل منك لو شو ما صار. ما كان بدي إياك تزعل مني، بس كنت كتير متضايق لهيك ما خبرتك عن المصاري. اللي صار إني كنت واعد كويال وهي ما ضلت على الوعد، يعني هاي هي كل القصة اللي صارت. بس أنا بوعدك إني ما عاد خبي عليك شي، وقت بدي أي شي رح إجي لعندك وأطلبه. بس إذا ما قدرت تجيب لي إياه بديك تقلي السبب، وبوعدك إني ما عاد أعمل هيك شي أبداً. لو بعرف إنه بدك تزعل من هاي القصة ما كنت عملتها، بوعدك ما رح عيدها. اتفقنا بابا؟ اتفقنا. أنت صاير ولد كتير ذكي، ها؟ يلا تعال نام. لك أنت مين على ما كل هالشغلات؟ خالته ميرا. أنا طبعاً ما رح وقف حكي مع ابنك، لأنه أنا ما عملت شي غلط. بس أنت ما رح تفهم هذا الشي لأنك قررت أني غلطانة من غير ما تسمعني. خدي هاد. أنا بعرف إنه خالته ميرا مو هي أمي، بس أنا بحس إنه خالته ميرا إجت لعندي لتكون بمحل ماما. طيب أنت ليش هيك حاسس؟ لأنه أنت كمان حاسس مثلي أنا بابا، ومشان هيك هداك اليوم أنت عطيتها شال أمي. شوي لا تخافي، ما صار شي. بس انتي صاير معك شي؟ لا، ليش في مشكلة؟ مشكلة؟ لا، لحد هلأ ما في مشاكل، بس إذا ضليتي نايمة هون طول الليل بهالبرد أكيد وقتها رح ترشحي ويصير معك مشاكل. ليه ما نمتي بالغرفة تبعك؟ يلا قومي فوتي لجوا. صحيح، شكراً لأنك غطيتيني. بس هذا الشال مو إلي، هاد لبايرو، هي كانت تحبه كتير. بارفاتي أمه لدهراف بتصور إنه رودرا هو اللي غطاكي فيه. شوفي كيف؟ هو غطاني؟ رودرا غطاني بالشال؟ ايه اكيد شافك نايمة واجا وغطاكي فيه مشان ما تمرضي. محتال. شو؟ يعني هو اجا غطاني حتى ما امرض؟ على فكرة رودرا منيح ومانو محتال ابدا. هلا يلا خلصينا، فوتي نامي بغرفتك. بعض.
انتي؟ لك شو عم تعملي هون؟ شبك انت، وطي صوتك هلا بفيق. انتي شو جابك لهون؟ تفضل، اجيت حتى رجع لك الشال. وشكرا لانك غطيتني، انا ما كنت عرفانه انه هذا الشال لمرتك. ميتالي قالت لي بيعني لك كثير. مزبوط. طيب اطلعي لبرا، يلا اطلعي. شو؟ لا تعاملني هيك رودرا، فوق ما اجيت لحتى اتشكرك. اي ما بدي اياكي تشكريني. فكرت عم بعمل شي منيح معك بس ما ببين فيك، مو طبيعي. بس طبعا مو الحق عليك دائما، لاني طلعت وحدة غبية وفكرت انه انت ممكن هلا. طيب لا عاد تفكري واطلعي لبرا، لانه انا بدي نام. تعرف شو انت؟ شش. تعرف شغلة؟ بتمنى انه ما يجيك نوم طول الليل وما يغمض عيونك وتضلك هيك طول الليل سهران، فهمت؟ والصبح تشوف عيونك وتلاقيهم حمر كتير وحواليهم هالة سودا. ليك ليك شبك؟ من وين جاي صوت الجرس اللي عم يرن؟ شو؟ لك صوت هالجرس رح يسرعني. لك عن شو عم تحكي؟ الوقت متأخر ولازم نام. يلا روحي بقى. الجراس. شو صار معك بالطبخة من الصبح بالمطبخ؟ شو عم تطبخي؟ أول ما بدوق الطبخ اللي رح أعمله قالت لي إنه رح توقع معي عقد لحتى أطبخ لأكل عرسة، وأنا مبسوطة كتير بهالفكرة. وهلأ من حد الحد. لك شو عم تعملي أنتي؟ الأجانب ما بيحبوا الحد مثلنا بالأكل، وعلى هالحالة ميرا ما رح يعجبها. معك حق، نسيت. منيح ما خليتيني حط حد لأنه ما كنت بعرف شو رح يصير. يلا خلص من هلأ ورايح ما عاد انسى، وتاني مرة لازم انتبه منيح شو بحط بالأكل لما بكون عم بعمله للعروس، ورح أطبخه على مرقة للحلوة. يعني أنا كنت بحط حد بالأكل وهلأ خلص بلغي. في شي كتير غريب يا شتابدي، مو معقول شو بيشبهوا بعض. بس ما بيشبهوا بعض غير بالوش، يعني هن التنتين عاداتهم غير بعض تماما. يعني ميرا كل عاداتها أجنبية ومو من هون، والأكل اللي بتاكله كمان. بس بارفاتي كانت تاكل الأكل مع فليفلة، يعني غير عادات وغير طبع تماما. وقت اللي كانت حامل كنا نخبي عنا الفليفلة، كانت مثل الأولاد الصغار بتحبها كتير. حبيبتي بدي اياكي تفهميني شغلة كويال، شو رح يصير إذا أمك طبخت لخالته ميرا؟ يعني وين المشكلة؟ رح فهمك شو المشكلة، اسمعني لأقلك شو بدي أحكي. قلي لأشوف بالأول، أنت بتعرف شو أكتر أكلة كانت أمك تحب تاكلها؟ أنا بقول كانت تحب الصوص. مرة بابا قال إنه شو ما كان مطبوخ بالبيت فهي كانت تحب تاكل معه صوص. إيه مزبوط، وكانت تحب معه الحد. إيه أنت بتعرف ماما شو عم تعمل لخالتك؟ عم تعمل لها صوص. شو رأيك نحنا نجرب هالشي مشان نعرف إذا كانت أمك هي اللي بعتتها لهون؟ بس اوعى تخبر حدا شو رح نعمل. لك مو هيك، لا تكدر هالقد. إذا كانت أمي هي اللي بعتت خالته ميرا، معناها رح تكون مثل أمي تماما، بتحب الأكل فيه حد، مشان هيك لازم كتر حد. طيب ماشي كتر حد، بس خلص بسرعة قبل ما تجي أمي وتشوفنا. بمحله. دهرة كويال، يلا بقى تعالوا افطروا. تفضلي حبيبتي، حضرت لك أكلة طيبة رح تاكلي أصابيعك وراها. أنا عملت خصوصي لك. كلك ذوق. ما رح تستفادي شي، هاي الأكلة شعبية وهي ما رح تحبها. سوولا معكرونة أحسن لها. عفواً شو قلت؟ يكون بعلمك ما بحب المعكرونة بنوب، أنا بكرهها. ولعلمك كمان بحب الأكل الشعبي.
لنشوف شو حيطلع معك. أوه خلص بقى، تركوها تعرف الدول أكل منيح. حبيبتي هذا لازم تمعسيه بإيدك هيك، ولازم تحطي سمنة وبعدين لازم ترشي عليه من هاد، ودوقيه قديش طيب، وقتها بتعرفي شو هي طعمته. ايه ماشي. انتبهي، الأجانب دائماً بتوجعوا معدتهم بعد أول مرة من هالأكل. شو القصة ما عجبك؟ لا بالعكس، ليش مو شايفني عم باكل؟ أنا عجبني الأكل وبدي كمله. طيب كتير، وكمان في عندي فكرة ظريفة، إني رح أقوم من هون وأجي لجنبك. واو طبخة كتير طيبة. صاير معها هي؟ عمي معدتها صارت كتير توجع وبدها تفوت على الحمام، وكل هاد لأن أكلت الأكلة دفعة واحدة وما استنت ولا شوي. مش الحال. أنا رح أحضر لوصفة لتنظف المعدة، بكي بترتاح شوي. طيب وأنا رح أروح أعملها زهورة. استنعني لوين؟ شبك هالشي بيصير مع الكل ماشي؟ بعدين أنا حسيت بشي غريب بمعدتي، وبتعرف شو كمان؟
أنا عندي حساسية من هذا الأكل. حاجة تضحك علي؟ القصة ما أنا نكتة، يعني الوضع عن جد كان كتير صعب. حاجة تضحك، قلت لك سكوت. لك أنت شو اللي عم يضحكك لهي درجة سكوت؟ أو صوت الجرس. هاي ليكو لساته عم يرن؟ مو سمعانه أنت؟ شو هو؟ قومي عني، قومي. ايه قمت. خير في شي؟ تعرف شو؟ يعني على الأقل صرت بعرف إنه عندك مواهب تانية غير التعصيب والعياط، وشكلك كمان بيضحك كتير. واو، عن جد هالشعور بيجنن. انزلي لتحت شوي لو سمحتي. عن جد انتي معلمة. ايه شكرا لك. انا ما بعرف شو لازم اعمل لحتى اقدر ضل عم جاملة، عن جد مللتني. شكلي رح جيب وجع الراس لحالي ولايدي بنفس الوقت. شو صار معك؟ شو وين شردتي؟ يلا بدي مساج لكتافي. ايه تكرمي. بتعرفي شو؟ بصراحة انتي لازم تكوني ست البيت. انتي لازم تفتحي مركز مساج. كيف؟ شو؟ شو بدي افتح؟ صحيح انتو شو بتسموا؟ علاج التشنج. ايه وشو رأيك؟ انه انا بس افتحه بحط لك صورة لإلك بالمحل مع توقيعك منشان تكون دعاية، وبنعمل قسم تاني كمان لتقديم الوجبات الشعبية. هلأ صحيح انا سمعت انه شتابدي ترجتك لحتى تعمل لك اكل بعرسك؟ انت كيف تحكي هيك على مرته لسمير؟ عيب. لا انا قصدي قلك مرت ابني حبيبة قلبي، انت اللي طلبتي منها تعمل لك كم اكل لعرسك صح؟ ايه. شو؟ شوفي يعني انا قصدي قلك انه انا كمان بستاهل انك تعطيني فرصة مثل. مزبوط. شو صار؟ الوجع تبع كتافي راح على الاخر. حاسة حالي غير شكل، كأني ولدت من جديد. ميرا تنفسي. ما تواخذيني، حقك علي. مو مشكلة، بما انك مرتاحة يلا رح كمل لك مساج. خلص بكفي ماشي. درو كرمالي لبقى تبكي، كرمالي. واذا ميرا ما بتحب الاكل الحاد والمبهر مثل امك شو رح يصير؟ يعني بكل الأحوال أمك هي اللي بعتتها، وإلا ما كان رح يكون عندها شغلات بتشبه اللي عند أمك، مو ضروري قصة الحد. مثل شو يعني؟ يعني مثل إنه بيشبهوا بعض، وهلأ يمكن يكون فيها كم شغلة بتفرق عن أمك. بس حتى لو هيك شو يعني؟ مثلاً بابا وستي بيفرقوا عن بعض كتير. ستي قوية وما بتخاف من أي شي، ما بيفرق معها شي. بس بابا جبان وبيخاف من الكل، من أمي ومن ستي كمان. هدول بيكونوا أم وابنة وما بيشبهوا بعض أبدا. إيه مزبوط هالحكي، مشان هيك كمان خالي ميرا ما بتشبه أمي. رودرا لأمتى رح تعذب حالك بهالطريقة هي؟ ودهراف كمان ما رح ينساها ورح يضل يتذكرك اليوم. ميرا ممكن تصير بارفاتي، انت ليش يعني ما بتحكي معها وبتخبرها انه في شبه كبير بينها وبين بارفاتي؟ هي طيبة واكيد رح تفهم احساسنا وتقبل الفكرة اللي عم نقولها الا قبل ما تمشي. من كل عقلك مصدق انها رح تقبل الفكرة تبعنا؟ انا ما بظن بنوب، لانه ما رح تفهم علينا. انا عرفت شخصيتها كتير منيح، هي مو بارويا مثالي، ما رح تقدر تفهم.
هي بنت مدلله زياده ومن عيله غنيه ومتعوده انه يلي بدها اياه بيصير وما بتفكر الا بحالها. ايه او بالاحرى بتفكر انه كل شيء ممكن ينشرب المصاري وما رح تفهم انه المشاعر ما بتتقدر بثمن ولا بتنباع ولا بتنشرب. هي ما رح تقدر تفهم كل هالحكي مع انها بتاثر كثير على دروف. هي ما رح تقدر تحس بهالشي لانها ببساطه مو بارفاتي. وغير هيك هي خلص رح تتزوج بعد كم يوم ورح ترجع لامريكا. اما بالنسبه لابني فانا رح شيله بعيوني، بس مستحيل اني خلي هاي البنت تصير وحده من عائلتنا لو شو ما كانت الظروف. لا شو هاد، فاكريني بنت اجنبيه، بس انا مو هيك. ولحتى اثبت لهم هالشي انا اكلت من الطبخ لحد، ولاني عملت هيك ما هدي رح تموتني من الوجع. لا وفوق هذا الغبي والسخيف رودرا فرط من الضحك علي، بس انا رح انتقم منه على هذا التصرف. يعني رح اعمل فصل فيه، خليه يصير قد النمله، خليهم يضحكوا عليه. ايه شو الخلطه المعفنه. بس بدي افهم كيف صار هيك بالصوص تبعي. لك انا عملت لها اياه من كل قلبي، شو الغلط اللي فيه؟ ما انجرحت كثير مرت عمي، انت اللي عملتي فيني هيك، انت اللي حطيتي حد بالطبخه حتى تطلعيني بالخجله، ما هيك؟ لك شو بكي؟ شو انت جنتي ولا طق مخك من كتر الحد؟ ها؟ انا ما عندي وقت للسخافات، بس بصراحة أنا فعلاً طار عقلي من الفرح، لأنه بعد هالشي اللي صار هي ما رح توصيكي تعملي لها أكل لعرسة لو بدها تقضي صيام، وهالشي بكفيني. طيب إذا مو أنت اللي عملتي هالشي لكان مين ورا هالقصة؟ هذا منديل بنتي كايال، بس شو جاب المنديل لهون؟ أو الأحرى أكيد معناها هاي القردة كايال هي اللي خربت علي. أنا بورجيك يا قردة كايال. كايال أنا بورجيكي. وليه تقبر قلبي اللي طالع على ستة بكل شي؟ شتاب دي، يعني أنت مفكرة أنه ميرا رح ترجع تعطيكي فرصة تانية؟ لعلمك شو ما عملتي ما رح ترضى تاخد ولو كاسة مي من إيديكي. وبتشوفي أنا اللي رح أعمل لها الأكل. كويال، أنت اللي حطيتي الحد بالأكل ما؟ يلا، احكي أحسن ما عاقبك بطريقة ثانية، شو استفدتي هلا؟ لا، ماما، بالحقيقة ليكي مرت عمو. لا ماما، هو بس كان قصده يقول لك عملنا هيك لنعرف شغلة. هي هالشغلة؟ احكي، بدكم تشوفوا كيف متضايقة وأحلامي عم تضيع بسببكم؟ شو انبسطتي هيك؟ لك بسببك أنت كل أحلامي راحت على الأرض. ولهيك أنا ما رح أرحمك بالمرة. لك أنت شو عم تعملي شتاب دي؟ من عقلك بدك تضربيها للبنت؟ إيه عادي بضربها، لأنه هاي البنت الغبية روحت لي كل تعبي، هي اللي حطت حد بالطبخة تبعي. اسمعي لقلك ما رح تنفدي مني. ها خلصنا بكفي بقى، شو ما كان السبب ما بصير تضربيهم، يعني هن صغار وما رح يتحملوا هالشي. شوفي أنا بعرف إنه هاي القصة بين الأم وبنتها وإنه أنا ما بصير أتدخل فيها أبداً، بس أنا آسفة ما بقدر أشوف ولد صغير عم ينضرب. يكون بعلمك شتاب دي ما رح خلي حدا بعرسي يعمل لي أكل إذا كانوا بيضربوا ولاد صغار. ماشي. تعالوا لهون اقعدوا. يلا قولوا لي لشوف، ليش نزعتوا له الطبخه وحطيتوا كثير بهارات وحر؟ شو القصه؟ لتكونوا انتم ما بتحبوني ولا ليكون بدكم يعني روحوا اترككم؟ لا خالته مو هيك بدنا. لكان ليش عملتوا هيك؟
لأنه هو كان حابب يقلك خالي إنه نحن بدنا نورجي الكل إنك واحدة منا وإنك بتقدري تاكلي حد مثلنا، ومنشان هيك نحن فتنا على المطبخ وحطينا الحد. هالفكرة بتجنن، وأكيد أنا واحدة منكم، وإذا بدكن الحقيقة زيارتي لهون كانت أحسن وأحلى قرار. بس هلأ بدي إياكن توعدوني فوراً إنه شو ما صار ما بقى تعيدوا هالتصرف. إيه منوعدك، من كل قلبنا نحن منوعدك، ما عاد نعيدها. وشغلة تانية، بدي تحترموا اللي أكبر منكن وما تغلطوا معه. وأنت يا حبيبي لازم تحترم أبوك وتسمع كلامه، لأنه أنت ما بتعرف إنه هو بحبك أكتر من روحه، وتعرف إنه كل شي بيقوله هو من شانك أنت وبس. ماشي؟ يلا يا أولاد تأخرتوا على المدرسة، امشوا. طيب يا حلوين انتبهوا منيح بالمدرسة، وأول ما بترجعوا على البيت الظهر بوشكن على غرفتي، لأنه اليوم في إلكن عندي مفاجأة كتير حلوة. بس أنت ما في إلك شي، لأنه المفاجأة للحلوين وبس. شو هي المفاجأة خالي ميرا؟ قولي لنا هلأ. مو حلوة إلكن لأنه بتبطل مفاجأة. يلا بقى روحوا لشوف. امشوا. باي. أنت منيح؟ بتعرف إنك بتشبه أمك؟ يعني بترد براسك مثلها، لأنه هي كمان وقت كنت أسألها إذا هي منيحة هيك كانت ترد. عمي يلا قول كمان شو كانت تعمل مرت عمي؟ يلا احكي لنا عنها. الفراشات، كانت بتحب الفراشات، بتلحقوا لحتى القطر. الفراشات؟ وكانت بتحب التمر هندي كمان ما هيك؟ طيب شو في كمان؟ قلي بابا. كانت تغني، كانت تحب تغني. ايه بس اكيد كان صوتها احلى من صوتك بكتير. صح، وكل ما كنت غني لها كانت تقلي انه تحت اي ظرف ما غني قدام حدا بنوب. طيب وشو كانت تعمل فيك كمان بابا؟ عن جد حابب تعرف؟ هذا مرة انبسطتي؟ شكلك رواتي على آخر. ايه كتير انبسطت. بدك شي تاني؟ غنية. طيب قليلي شو حابة تسمعي، بشغلك يا فورا. لا مو هيك قصدي، أنا بدي اسمعها منك، حابة إنك تغني من شاني، بس ما بدي تغني غنية عادية، بدي تغني لي غنية رومانسية. شو مجنونة أنتي؟ تعرفيني إنه صوتي نشاز، ولا أنت بدك أولادنا يضحكوا علي وهن ببطني؟ اسمع أنا ما دخلني، أنا حامل وعبالي تغني لي. أنت أحلى شي، أنت أغلى شي، لما بكون معك قلبي كله إليك. بس بتعرف أبوك شو عمل بعد هيك؟ شو عملت بابا؟ خليتها لأمك تقعد وتغني معي. ايه وبعدين؟ بعدين هي غنت كتير منيح وأنا سجلت لها صوتها، أنا قلبت البيت كله لحتى لاقي التسجيل، وبعد ما دورت منيح لقيته اليوم. ايه يلا شغلنا اياه، بدنا نسمع مرت عمي وهي عم تغني، إذا بدري تشغلها. شو موافق؟ اسمعوا. هيلي مهاري سن ليرام، هيلي سن ليرام جي، दुख और सुखरी नगरी थारी कठे मिले आराम जी, ज्योत जला दे मोह मिटा दे
بعرف هالغنية بتعني لك كتير، بس أنا كمان بعرف شو رح يصير فيك أنت بعد ما تسمعها. إيه صح ميتالي، كل مرة بسمع فيها هالغنية بحس قلبي رح يوقف، وبحس إنه مشاعري رجعت تنفض بعروقي مثل النار. عم يحكي بشكل غريب هلا، شي ظريف. هي يا فرصتك ميرا. لك شو بكون؟ مو لشي. انتو شو جابكن لهون بنص الليل؟ قوموا على غرفكن، يلا قوموا لأشوف الفيلم. بعد شوي رح يخلص، إذا بتريد بعد شوي. إذا بتريد ليش شو بدك تشوفي؟ عم تحضروا رعب بهالوقت؟ قوموا امشوا يلا على النوم. بابا لسه بس دقيقتين إذا بتريد. ولا دقيقة، يلا قوموا. لشو؟ لتكون خايف وما بقى فيك تنام بقى، لأنه بتخاف تشوف كوابيس منامك. ما؟ على فكرة أنا ما بخاف من شي. عن جد؟ لكن ليش ما بتقعد بتحضر الفيلم معنا؟ يلا قوموا، تبقوا بتكملوا الفيلم بكرة. يلا تصبحي على خير. قوموا يلا دروف. تصبحي على خير حبيبي. تصبحي على خير. تصبحي على خير. ما بعرف، عن جد حاسة انك ما رح تنام اليوم استاذ رودرا برتاب رينوات. بابا معلش نسمع الغنية اللي انت مسجلها لماما اللي سمعتها الصبح. بسمعها بس شوي صغيرة وبعدها بنام فورا. دروف الوقت تأخر، نام لشوف. بابا اذا بتريد. طيب لك انت شفتني وين حطيت موبايلي؟ لا تخاف. جوت جلا دي موهم कर काया निहाल जी।
مين هون؟ هيلي مهاري سن لي رام هيلي سن لي رام جي من مين هون؟ مين في هون؟ سرشتي را بھرتار جي مين يلي عم يغني؟ مو هاد صوت برنات يا قدير سن لي رام هيلي سن لي رام جي پریم رو رنگ بھاگتی رو سنگ منک بنا وے مہان جی هيلي مهاري سن لي رام الصوت من هون هيلي سن لي رام عمي في حدا ورا البرداية مجتمعين مين ممكن يكون؟ لا بابا استنى لا تروح لا تخاف حبيبي ميتالي انتبهي عليهم دهراف مين في هون؟ مين في هون؟ مين هون؟ أنا بعتذر يا جماعة أنا بس عملت هيك مشان خوف رودرا كأنه أنا خوفت الكل آسفة كتير وأنت طمني شو صار لك؟ خايف؟ مو معقول تطلع وشك رودرا معقول خفت من ورا غنية؟ مو على أساس ما بتخاف من شي؟ هي هي استنى تذكر لما كنت بمشكلة كنت عم تتمسخر وتضحك علي بس إذا الشجاع رودرا براتا برينوات بالأخير خاف من غنية؟ هي لكان مشكلة كلكم خفتوا حاجتك بقى رودرا كل القصة مزحة لا تعمل من الحبة قبة ميرا بابا ما خاف ابدا بابا زعلان منك لانه امي هي اللي غنت هاي الغنيه لما كانت حامل فيي بابا سجل الغنيه هي وعم بتغنيها رودرا رودرا أنا عن جد بعتذر كثير صدقني أنا ما كنت بعرف بهذا الشيء رودرا رودرا استنى لك أنتي جنيتي شيء بتمنى تكوني انبسطتي بعد ما رعبتينا كلنا أنا عن جد آسفة كتير ما كان قصدي خوفكن أبداً ليكي ميرا رودرا لسه مشتاق لمرته لهلأ ولهالسبب يا ريت إنك ما تمزحي معه وبالأخص بهالموضوع حبيبي استنى كيال استني
ليكي أنا عن جد آسفة كتير، ما كنت منتبهة أبدا، كانت مزحة وبس. وغير هيك رودرا كان عم يضحك علي من الصبح. بس ميرا، مو ملاحظة إنه هي تاني مرة أنتي بتضايقي فيها لرودرا؟ أنتي ضيفة بهالبيت، بقى بتمنى منك إنك تفكري منيح قبل ما تعملي أي تصرف معنا، ويعني بالمرة الجاية أوعك تجرحي له مشاعره. أنا آسفة كتير. نتالي، ما بيصير إنك تعصبي هيك على ميرا. بعرف إنه اللي عملته كان غلط، بس هو غلط بالنسبة لإلنا وبالنسبة لإلها عادي، وما بيصير إنك تلوميها لأنه ما حدا خبرها عن قصة بارو. يعني هي ما غلطت أبداً. نتالي بنتي، الشي اللي عم يحكي سامرات كله صح 100%، ولو إني كمان اتضايقت منه. إيه بس نحنا ما خبرناها بأهم شي، واللي صار هو نتيجة غلطنا، ما لازم نلومها على هيك غلط. ميتالي، بالأخير سامرات وحماتك معهم حق، رودرا هو يلي غلط لأنه ما خبرها لميرا بكل شي. يعني ميرا بصراحة كتير واضح قديش وشها بيشبه وش بارفاتي. نحن منتحمل هذا الشيء، بس رودرا مستحيل ما بيقدر يتحمل. دائماً بعمل شغلات مو منيحة، وعطول أنا يعني عم بعمل تصرفات ما عم تعجبكن وبتضايقكن مني. كلامك صح، لا عاد تعملي هيك وضلي بعيدة عني. ليك رودرا، أنا عن جد آسفة، صدقني ما كان عندي أي نية أني ضايقك أبداً، بس صدقني ما كنت بعرف. ما بتعرفي؟ خليني خبرك، كل هاد لأنك وحدة كتير أنانية وما بيهمك غير حالك، وانتي بدك تنتقمي من شان مسحة. انتي عملتي كل هاد، شفتي حالك؟ ليك رودرا، انا عن جد آسفة، ما كنت بعرف عن الغنية ومرتك وما حدا قال لي. بكفي، خلاص روحي. شوف اسمعني رودرا، شو ما كانت الشغلة اللي ممكن تصلح الوضع بيناتنا، أنا جاهزة لأعملها فورا من شان اللي صار اليوم وكمان من قبل. أنا مستعدة أغير كل شيء. شو بدك تغيري؟ قلي لي شو؟ تغيري حالك؟ أو تصرفاتك؟ ولا اللي عم يصير هون؟ أو بدك تغيري وشك على قليلة مشان ما عاد تذكريني؟ رودرا، بعدي ايدك، لا تلمسيني. ليش رودرا؟ شوفي اللي، ليش تكرهني كل هالقد رودرا؟ معقول انا مضايقتك لهالدرجه؟ إذا ميرا عن جد إجت لهون لأنه أمك هيك بدها، حتى لو أمك ورا جايتها لهون ما رح يتغير شي أبداً.
يعني لأنه أبوك والخالة ميرا بالآخر ما بظن رح يصيروا زحبة. حاجتك بقى كويال، كلامك كله بايخ. ليش هيك عم تقول؟ شو أنت ما شفتون؟ بضلوا عم يتخانقوا كل الوقت. لا وكمان كل ما بيجتمعوا ما بشوفهم غير علقوا فورا. وشو يعني؟ وهي أمك وأبوكي بيضلوا علقانين كمان كل الوقت كويال، ومع هيك هن ما بيفترقوا، معناها أبي وميرا كمان رح يضلوا مع بعضهم. ايه مزبوط، أنا ما فكرت بهالموضوع منيح. شفتي إنه أنا معي حق كويال؟ ايه مزبوط حكيت، طلع معك الحق، معناتها روح نام منشان نعرف نظبط القصة. بكرة في عنا كتير شغل لازم نعمله، ولازم إني روح. باي، تصبح على خير. وإنتي بخير. مفكرة ما شفتك؟ عم تاكليهم بدل ما تحطيهم بقلب الصحن؟ طيب أسفة يا عمتي، بس قليلي هو بشو؟ بذكرك وهو صغير؟ طلعي عليه قديش واحد مشاغب. آه أميرتي الحلوة، مفكرة إنك قليلة؟ بس أنا ما عملت شي، أنا بس أكلت من هدول الأكلات لأنه عن جد معدتي عم تزقزق. أي ماشي، كلي قد ما بدك. خالتي شو رأيك إنه تحكي لنا هلأ شي حكاية حلوة؟ وليش بدها تحكي لك حكاية؟ لك شبك أنت ما بتعرف؟ أنت هلأ صرت كبير، أنا الصغيرة. إيه ليكو شو، خلونا هلأ نخلص من الشغل اللي بين إيدينا وبعدين بحكي لكم حكاية. اسمعوا، خلوني هلأ أتذكر منيح الحكاية اللي بدي أحكيها. مزبوط، لأنه هذا الشغل أهم من الحكي، ما هيك؟ يعني منشتغل وبعد هيك فينا نحكي. شو رأيك هلأ أنه تخلينا نخلص هالشغل بسرعة منشان نقدر نروح نلعب بعدين؟ كلامه صح، اللعب لازم يكون بعد ما نخلص الشغل. شوفي ليش عم تضحكوا من تحت لتحت؟ لا ما في شي، ما في شي. شو هدول؟ يا سلام عليكم، فيني آكل؟ ميرا خدي كلي هاي، هاي أنا عملتها. موافقة. لا ما بيصير، هدول الشغلات بناكلهم بعد ما نصلي مو هيك؟ شو خبروني كيف تعملتهم؟ انت دائما بتعمليهم مو؟ ايه شو شايفه؟ ليكي انا بس بدي اقول لك شغله، انا اعتذرت من رودرا وبتمنى انتي كمان تسامحيني، انا كتير آسفة. كتير منيح، اجيت لورجيكي شغلة، هنن كم اقتراح مشان حفلة العرس، نزلت كم فكرة من الانترنت وبدي اياكي انه تساعديني، بدي نقي شي فكرة حلوة لانه بصراحة انا فتت بالحيط من هالموضوع. ما في شي بيحير يا حبيبتي، الموضوع كتير بسيط، يعني انتي لازم تنقي فكرة تكون كتير غريبة ومميزة وما يكون حدا عملها قبلك هون، مزبوط؟ خلينا نشوف. يا سلام شوفي شوفي هاي، عن جد خيالية بصراحة، باينة وكأنها عرس ملوكي، ما هيك؟ لا تحتاري، لازم تنقي هاي الفكرة. ها شو رأيك ميتالي؟ ليك ابن حماي، تعا اعطينا رأيك، انا رح ورجيك. لا شتابدي استني. لك ليش؟ نحنا بدنا رأي رجال كمان، لازم ناخد اكثر من رأي بهالقصة. حبيبتي تعالي لهون بسرعة. انا عندي فكرة، خلينا نقول انه هذا هو عريسك. ايوه هلا فينا نقرر. بصراحة انا في بالي فكرة، لاني كتير متأثرة بقصة روميو وجولييت وبعلاقتهم سوا، ولهيك انا رح اخذ الفكرة من علاقتهم اللي فيها حب كتير وعلاقة ما بتخلص.
براحتك، إذا مانك حابب إنه تشوف بدبر حالي، مو مشكلة. إيه بتقدري إنه تشتري كل شيء بمصاريكي. عفوا رودرا؟ قلت شي غلط؟ أنت رح يكون عرسك بس استعراض لسلوتك ومصاريكي، ما هيك؟ وهلأ متأسرة بروميو وجولييت. يلا تفضلي ليلي، أنت شو بتعرفي عن الزواج؟ يا رودرا، تياب من عند أغلى المصممين ومحلات فاخرة كلياتها 5 نجوم. ايه وتعملي بيت يكون بس مثل القصور ومن شان العريس. كيف رح يكون؟ رح يجي على العرس بسيارة ليموزين ولا رح ينزل بطيارة هليكوبتر؟ اه كيف بتسمح لحالك تحكيني هيك؟ حكيك هذا كله ما في شي من الصحة. انت ما بتعرف شي رودرا. انا ما بعرف؟ ليكي ميرا، يلي عرفته لهلا كله عن عرسك وعن مصاريكي كمان، وكيف كله رح يكون بس استعراض وكله بلا مشاعر. انت فهماني غلط، الزواج مو هيك. ايه مو كله شهرة ومصاري وسهرات كمان. الزواج مسؤولية بين اثنين بيحبوا بعضهم وبدهم يتشاركوا كل شيء. يا رودرا اتركها، كله سخافة. قولي ليش كل هاد لتخوتي العالم بمصاريكي؟ هذا كله فاضي، انت بس بيهمك شو تحكي العالم عنك. شو بك رودرا، شو بيفيد هالحكي؟ خليتها تبكي معقول؟ مثالي، اثنيناتنا منعرف انه دموعها هي بلا طعمة. هيك بنت مدللة ما بيهمها شي ابدا. مو معقول، امتى بدهم يوقفوا خناق بقى؟ سمير، لك لك، انا اللي بعرف قديش تعباي مهمة كتير. ايه لا لا خلص، ما عليك، انت اترك كل شيء، رح نجيب المي على مدار الساعة. سمير، إيه لكن كيف؟ قلي لكن انت ليش ما عم تجيب مي على الحمام؟ طبعا نحن عنا شركة اسمها شتاب دي لتزويد المي دايما. ايه ليك، نحن في عنا شعار، انت بتصرف ونحن منعبي لك المي. قلي شو رأيك؟ ايه يلا. سمير، وين المي بالحمام؟ ليش ما في مي؟ هاي الحملة ضدنا، مو معقول هاد الشيء. شتاب دي معقول معصبة من قصة المي يا روحي؟ انا جديد بالشغل، بتعرفي شو سميتها لهي الشركة؟ سميتها على اسمك يا قلبي. وقلي شو نوع هالشغل؟ شتاب دي للتزويد بالمياه. وشو قلت كمان؟ بكل الأوقات نحن منزودكم بالمي. قلي لي رأيك. يلا شتاب دي، أكيد بتعرفي إنه هاي المنطقة فقيرة بالمي، لهيك فكرت إنه هذا الشغل رح يمشي، وهيك منكسب مصاري ومنكسب رضا العالم. ظريف مو هيك؟ أنا ما بعرف شي. إيمت بلشت بهالشغل؟ وليش ما خبرتني؟ شبك، أنا بلشته اليوم الصبح، أنا وزعت خزانين مي. خزانين مي؟ ومن وين جبت المي؟ أنا شوفي يا شتاب دي، أنا أخذت ترخيص لحتى أحفر بير، بس بوقتها أنا فكرت إنه جاني تليفون. ها؟ ما رن التليفون؟ يا أهلين، طبعاً تكرم عيونك، جاهزين؟ يلا. معقول يكون باع الخزانة؟ سمير، أنت عم تبيع المي تبعنا؟ يلا ليلي، انت شو بتعرفي عن الزواج؟ وهلا متأسرة بروميو وجولييت، ومشان العريس كيف رح يكون؟ رح يجي على عرس بسيارة ليموزين؟ هذا كله حكي فاضي، انت بس بهمك شو تحكي العالم عنك. شو لسه بدك رودرا؟ ليك انا عن جد مين؟ انت زعلانة شي؟ ليكي لا تزعلي، خلص روقي. خلص لا تردي على كلام بابا خالته ميرا. شو يعني انتي ما بتعرفي انه بيضل معصب حتى هو نايم؟ ولما بيشوف ابنه معصب هو بينبسط كتير لانه بيشوف انه زعر مثله. بس ليكي لما ابنه بينبسط هو وقتها بيروح لعند ابوه بشد له شواربه. Ha 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 ha!
هي ضحكت. لا لا لا، أنا ما سمعت صوت ضحكتها العالية. كيف بدك تسمعيها وأنت واقفة بعيد من هون؟ تعالوا لشوف. أنا بحبكم كتير يا أولاد. يعني أنت مبسوطة هلأ؟ طيب إذا بطلتي زعلانة ليش عيونك زعلانين؟ لأنه كله بضايق بعضه بهالبيت. أول شيء أبوك هو اللي ضايقني، وبعدين أنا ضايقته. يعني أنت بتحبي عمو لحتى زعلانة هيك؟ يلا لشوف، هلأ أنتوا بتنزلوا وأنا بدي أتحمل. طيب ليش يعني؟ نحن رح ننزل لتحت ونلعب شوي لبين ما أنت خلصتي، إيه؟ عن جد بتمنى إنك تقدر تسامحني على اللي عملته فيك رودرا. ها طيب أنا جاي. أها يلا ما بطولك. سوميه حاجتك بقى، بعرف إنك ما عم تحكي مع حدا على الموبايل، حاجتك مثل المجنون. ها أنت إيمت بدك تكبر عقلك؟ ميتالي؟ نعم. ليكي من بعد إذنك ليش ما في مي بالحمام بتعرفي؟ المي مقطوعة بكل البلد اليوم، حتى عندي بالحمام ما في عندي ولا نقطة واحدة. طلعوا شوفوا الخزان، يعني بلكي كانت الحنفية مسكرة من فوق. لا حماتي مقطوعة بكل البلد. ها؟ لك شو هالحكي هاد؟ طيب معقولة يكون كمان كل الخزانات فاضية؟ ايه مرت عمي، الحق على ابنك، كل ما بيتحمم بيفتح الموي على الاخير. ايه خلاص بعدي لا تضربيه. شو شرب لك خزان المي؟ يا ريته شرب، بس هو روح كل المي بدون ما نستفاد منه. ومو بس هيك، طلع كمان عم بيبيع المي. سومير لك انت شو عملت بغيابي؟ شو هالتصرفات هاي؟ لك سومير انت شو صاير لك؟ ما بيصير تعمل هيك فينا. شفتي يا حماتي؟ هاي آخر دلالك لابنك، شفتي كيف طلع هلأ؟ يعني من ورا دلالك لقاله شوفي شو عم يعمل فينا. هاي الوشة اللي بمخه كلها من ورا تربايتك. ها هلأ على أساس أنه أنت اللي علمتي كل شي منيح؟ أصلاً ابني كان منيح كتير، بس هو ما انتزع إلا من وقت ما تجوزك. مو مزبوط هذا الحكي حماتي، لأنه كل اللي ساكنين بهذا البيت بيعرفوا كيف كان وضع ابنك سومير قبلي. ايه 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 مزبوط، كل يلي بالبيت بيعرفوا مين هو يلي نزع ابني. فكرة حالك ما دخلك؟ يلا لشوف اعترفي بغلطك. مرت عمي انت اللي لازم تعترفي بغلطك مو أنا، واكسري على انفك بصلي. شو هاد؟ لك انت مو مربية، كيف هيك بتردي اجوبة بوش حماتك؟ لك بس الحق على ابني اللي مو عارف يسكت. اسمعوني، في غرفة واحدة فيها مي. اي غرفة؟ غرفة ميرا. الثياب على جنب بدون ولا صوت بلا ما حدا يحس علينا. بس شو رح نستفاد إذا عملنا هيك؟ أنت لا تتدخل بهالشي لأنه ما بتعرف شو بيحبوا البنات. ماما كانت تقلي البنات لما ينزعلوا لازم نجيب لهم ثياب جداد، لأنه هن أكتر شي بينبسطوا وقت بيلبسوا ثياب حلوة. منشان هيك جبنا هدول، وهي أول ما تشوفهم أكيد ما رح نضل زعلانة ورح تفرح كتير بهدول الثياب الجداد. قلي شو رأيك بالفكرة؟ بركي ما عرفت إنه نحن اللي جبنا للثياب. رح تسأل شو جاب هدول التياب الجداد لعندي على الخزانة؟ يعني بدنا نحط التياب الجداد بخزانتها. طيب بركي ما لبستهم ولبست غيرهم. انت لا تاكل هم، خلص انا بعرف حالي شو لازم اعمل. بهاي الطريقة ما رح تقدر تلبس شي تاني. يلا لشوف، خلينا نطلع لبرا قبل ما حدا يشوفنا. ميرا هنن قالوا لي انه في عندك مي. شو انت شو عم تعمل هون؟ كيف فتت وانا كنت قافل الباب؟ لا لا بس انا لا مو معقول. شو انت فتت لعندي من الشباب؟ لا لا انا لقيته مفتوح ودقيت الباب كمان، بس هو فتح لحاله، يمكن دقيت. عن جد؟
مو متخيلة انك قوي لهالدرجة لتفتح الباب، مجرد انك تدق عليه بينفتح. وبما انك فهيم كل هالقد، ليش لساتك واقف؟ طلع لبرا. اي هذا اللي عم اعمله. شو؟ شرف يلا افتحه. شو عم بعمل؟ بعد تحرك. شو بو؟ شو صار؟ ليش ما عم يفتح؟ يلا على سريع. يلا اطلع من الغرفة. كيف قدر يفوت لهون؟ بابا إذا بتحبني وافق معي، إذا بتريد بس اليوم البيس اللي عم قلك عليه. خلص بوعدك هاي آخر مرة بطلب منك هيك طلب. بس قلي شو فيها إذا لبست هيك شي؟ فيا انه انا رودرا، وهي التياب مو لالي، وكمان كل واحد في له ذوق بالتياب وبيلبس اللي بيريحه. يعني معقول يا عمي انك تخجل لابنك؟ يعني هو نقالك هدول التياب البسهم مشان هالشغله؟ يا عمي رودرا لازم تلبس، ما تزعله لابنك. فهموني شو قصتكم انتو اتنين؟ اه ليش بدكم يعني البس هيك؟ انا ما بحب البس هيك. شي مرة شفتوني لابس هيك لبس؟ بعمرنا ما شفناك لابس هيك لبس. إذا بتريد بابا. عمي بس هالمرة وافق معنا والبس شو عم نقلك؟ خلص بابا بس هالمرة وافق معنا. ليش كل ما أطلب طلب بترفض لي إياه؟ طيب بس هالمرة سايرني وافق معي على الطلب اللي طلبته. دروف طيب خلص لبقى تلبس هاللبس، نحنا ما عاد بدنا تلبسه، بس نحنا زعلانين كتير منك. أنت هديك المرة ما جبت لي اللعبة الحلوة اللي بدي إياها، وفتت لعنا على الغرفة وما خلتنا نحضر الفيلم، وهلأ كمان عم ترفض طلبنا، نحن ما عاد نحكي معك. خلص زعلت منك وما بقى حاكيك، قوم معي. لا استنوا شوي عدو. طيب راح ألبس البدلة مثل ما بتكون، بس المشكلة أنا من وين بدي أجيب قياسي؟ لا تخاف نحن مزبطين كل شي، حاسبين هالحساب. تعال معي. شو ليش طول ابنك؟ قل له يجي لهون بسرعة، لهلأ ما إجا لازم يكون واصل من نص ساعة وأكتر. لك تقبشوا قلبي، ما أحلى كانوا أنتوا لابسين هذا اللبس يا أولادي. شو عمتي؟ أنا برأيي صار الوقت، بس رودري لهلأ ما بين. نحن مشغولين كتير وما معنا وقت بنوب، بس أكيد هلأ بيجي ما بيتأخر، بيكون عم يجهز حاله. ليش هيك لابس؟ شو هاللبس هاد؟ كتير حلوين عليك. مو معقول يا رودرا شو طالع حلو؟ لازم نصورك على السريع. يلا اضحك شوي. انت لابس مثل ايام زمان، بس ما كانوا عصبيين. يلا صورة تانية. اضحك رودرا. بلش يا عمي. قصدي اني اقول لك رح تبلش هلأ ترقص رقصة حلوة كتير. لا كويال شو عم تحكي انتي؟ مو لازم يكون معه شريكة لحتى يعرف يرقص؟ ها؟ شتاب دي؟ ليك شريكته صارت هون.
بصراحة أنا لقيت هذا الفستان على التخت بغرفتي وما لقيت غيره لحتى ألبسه. ما بعرف، بس أنا لقيت خزانتي كمان مقفولة. كيف صار هيك بقى؟ مين بده يكون عمل هيك؟ مو معقول، ما بصدق. أنتوا اللي عملتوا فيني هذا المقلب؟ عن جد أنتوا مشاغبين. بس أنتي طالعة حلوة كتير، نحنا مبسوطين إن عملنا هيك. هذا المهم، أنتي هلأ حلوة بهذا الفستان. كويال، أنتوا اللي عملتوا هيك؟ مو عيب عليكم تعملوا هالشي؟ ليش عملتوا هالموقف بميرا؟ كويال، انتو؟ شتابدي، لو سمحتي، ما أنا مشكلة، صدقيني ما زعلت. يعني أنا عن جد كتير حابة هالفستان، حسيته هيك كتير غريب. وعلى كل حال اليوم في عنا عيد، وهاد كتير بيناسب الفكرة لأنه لبس تقليدي، وأنا هلأ كتير مبسوطة لأنه طلعت هيك. يلا عمتي، صار لازم نبلش. يلا عمتي، بدنا عمي وجدي يجوا هالحفلة مشان يتفرجوا معنا كيف رح يرقصوا عمي وميرا. عمي بلش لنا بالرقصة بقى، بدنا نشوفك إذا بتعرف ترقص. يعني بدكن يانا نرقص سوا؟ كويال، خلصنا بقى، أنا قلت ما رح أرقص. كرمالي بابا، بس هالمرة رقص. صدقني هاي الرقصة اللي مختارينا كتير سهلة، ما لها صعبة. بابا بلشو رقص أنت وخالته ميرا. شو؟ لا لا لا، ما بقدر أرقص، أصلاً أنا ما بعرف أرقص بالمرة، بعتذر. خلاص كويال، لا تضايقية، هلأ بترقص لكم غير رقصة، رح ترقص رقصة أجنبية حلوة. لا تحرجوها لأنه ما بتعرف ترقص هندي، لأنه هي بس من اسم هندية، وبالحقيقة ما بتعرف غير تفرح باللبس الهندي اللي بتحبه. بس حتى إذا لبست هندي ما بيعني إنها هندية أو إنها بتعرف بالأصول الهندية، لأنه الأصول مو بالتياب وبس.
انت كيف بدك تعرفني يا رودرا؟ انت معك حق بكل شيء قلته. بعمر الثياب الهنديه ما قدرت تساوت الواحد هندي. انا ما عندي اي مشكله شو الشيء اللي لازم البسه، لانه المهم انه الهند عايشه بقلبي، صح؟ وما في داعي اي حدا يقول لي اذا كنت بحب الهند او لا. انا صحيح ما خلقت بالهند، بس هذا ما بيعني انه ما عندي ثقافه هنديه مثلكم. هلا يمكن ما يكون في بحياتي مشاكل مثل ما في بحياتك انت، بس هذا الشيء ما له ذنبي لالي. وطبعا انا بعرف انه هالشيء ما بيهمك، ويمكن يكون في كثير نقاط سلبيه انت شايفها علي. بتشوفني مثلا مدلله وما في عندي اي احاسيس وما بفهم بنوب، بس صدقني انت بتكرهني وبتشوفني عدوه لالك. يعني انت علمتني درس بالاخلاق وبالثقافه الهنديه وبكثير شغلات غيرها، بس بدي اياك تفهمني شغله واحده. انك تتهم الناس وتعيط عليهم، فهي الشغلات يا ترى من الثقافه الهنديه؟ اللي الهند بترضى بهيك شغلات؟ انا بتمنى انك تكون فهمت الكلام اللي قلت لك اياه وتعرف شو هو مغزى. هنن اثنين اتخانقوا مرة تانية، وهلأ شو؟ بس الكل عرفوا إنه ميرا مو أجنبية، يعني هي مثلنا. أنا عرفت إنه ما لها مختلفة عنا. بعدين هي مو أول مرة بيتخانقوا، هنن كل ما اجتمعوا بيعملوا هيك. إيه على طول كانوا يتخانقوا، بس كانوا يتصالحوا على طول من بعدها، يعني كل شوي بيعملوا شي. طيب معناها هاي الخطة اللي عملناها كانت منيحة. بس بتعرفي شغلة؟ هذا الشي اللي صار ما كان منيح أبدا. إيه مو منيح بنوم. أنا بس بدي أعرف أنت شو اللي مضايقك بهالموضوع مثلا؟ ليش ساكتة ولا أنت أصلا ما بتعرفي؟ رح أقول لك شو المشكلة. المشكلة إنه ميرا بتشبه بارفاتي كتير. لك بتعرف شغلة؟ أول ما شفناها فكرناها بارفاتي، مو كأنها البنت الأجنبية الغريبة عن الهند. وكمان بتعرف شو سامرات؟ أنا شفت غير شغلة، بعيونه كان في شيء غريب. يعني معقول يكون إنه؟ لا أكيد ما بيعملها، مستحيل. أنا بعرف رودرا ما بيعمل هالشغلات، أنا واثقة برودرا وبتصرفاته كمان. بس اليوم مدري ليش إجاني هالإحساس، اليوم كشفته بعيونه. أنا عن جد هلأ كتير خايفة على رودرا من هالبنت، في شيء غريب بيناتهم. يعني أنا بفهم عليه وبعرف شو عم يفكر، بس المشكلة إنه هو ما عم يقول كيف عم يفكر بعد بارفاتي. يعني هلأ لشو بدك توصلي؟ يعني هلأ نحن فينا نعرف إذا هو نسيها لبارفاتي. لك أنت شو عم تحكي؟ لا أنت أكيد جنيتي. هو زعلان على بارفاتي كتير وما بده يتجوز حدا غيرها. لا بقى تفتحي السيرة، لأنك أكيد بتعرفي إنه إيه. لا تخاف علي، أنا بعرف. بعرف إنه رودرا ما بيتجوز بعد بارو لأنه بيحبها. ها بس أنا حأقنعه يتجوز. بس بارفاتي لساتها لهلأ عايشة بقلبه لرودرا. هو المسكين ما كان عم بيقدر ينساها، يعني هو رافض الفكرة تماماً. بس أنا رح حاول أقنعه، لازم يكمل حياته يا سامرات مثل ما عم قلك. أنا بتمنى إنه ينسى كل شيء ويفكر بالموضوع، بس هو مشكلته إنه عصبي كتير. لا هلأ ما بعرف شو بدي أعمل، بس بكل الأحوال بحاول أحكي معه وأكيد رح يقتنع مني. بس أنت وثاق فيني. أنا واثق فيك كتير. أنت معك حق بكل شيء قلته، لأنه بعمر الثياب الهندية ما قدرت تساوت الواحد هندي، لأنه المهم إنه الهند عايشة بقلبي، صح؟ بس بدي إياك تفهمني شغلة واحدة، إنك تتهم الناس وتعيط عليهم، هي الشغلات يا ترى من الثقافة الهندية؟ اللي الهند بترضى هيك شيء؟
شوف رودرا، أنا عن جد ما كان قصدي، بس وحياتك ما توقعت إنه هالشي يجرحك أبدا. أنا بس بدي أفهم أنت ليش بتكرهني هيك؟ يعني أنا ولا مرة غلطت بحقك. أنا آسفة كتير بس ما انتبهت إنه أنت طالع من هون. ميرا على فكرة أنا ما بكرهك. وبدي تعرفي إنه ما بعتبرك عدوتي، بس كمان لازم تعرفي إنه أنا كتير بتلبك، ومنشان هيك أنا بعمل تصرفات ما بيكون بدي أعملها. بدي أقول لك إنه أنا آسف. أنا غلطت وحابب إنه صحح كل أخطائي، وبوعدك إنه هذا الشيء ما عاد ينعاد. بقى سامحيني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.